اخبار ناريه في الكوره المصريه يا برنس، ويلا بينا. رسميا يا برنس الزمالك يقدم اللعيب بتاعه الجديد زكريا الوردي رسميا في الزمالك. ومحمد شبانه يا برنس بيقول لك الاهلي هيلم من حقوق الرعايه اللي جات له السنه دي 2 مليار جنيه، اما الزمالك هياخد 400 مليون جنيه بس. شفت حجمك عامل ازاي وانا حجمي عامل ازاي؟ والاول مره يا برنس في تاريخ الدوري المصري يا برنس اللي هتحكم الماتش ده شاهندة يا برنس حكمها يا برنس مصريه، والاول مره تحصل يا برنس في مباراه سموحه وفاركو في اخر ماتش في الدوري. عاوزكم يا برنس تدعموها. تيجي كده يا برنس اوريك تصميم تيشيرتات النادي الاهلي في الموسم الجديد، ما اقولكش تصميمات عالميه، وركز معايا ويلا بينا بدنا نشوف التيشيرتات مع بعضينا عشان جامده وربنا. لا يا برنس ده مش تيشيرت ريال مدريد، ده تيشيرت النادي الاهلي ولكن باللون الابيض يا برنس، حاجه فخمه جدا يا برنس، حاجه جامده من الاخر. ودوت يا برنس التصميم الثاني برضه نفس التصميم ولكن اللون الاحمر، اللون الجامد، التيشيرت اللون اللي بنحبه. وبرضه يا برنس اللون دوت عاجبني جدا، ولو اتعمل يا برنس اللون ده فعلينا هيبقى تيشيرت جامد على النادي الاهلي. ونيجي بقى للون الاسود، الفخامه كلها، حاجه فخمه من الاخر الصراحه، برضه اللون الاسود ده جامد، برضه ده تصميم تاني لتيشيرت النادي الاهلي يا برنس الاساسي، وبرضه حاجه جامده من الاخر. شوبير يا برنس في البرنامج بتاعه يعلن التشكيله الافضل في الدوري المصري بعد ما خلص، وايه يا عم ده؟ مفيش غير علي معلول بس من الاهلي. تعال نشوف التشكيله يا برنس، تعال. عندك بقى يا برنس عواد في حراسه المرمى، وعندك نيف قلب الدفاع، الونش وسامه جلال، وناحيه اليمين عمر كمال، وناحيه الشمال علي معلول، وثلاثه في نص الملعب يا برنس وليد الكارتي وعبد الله السعيد وامام عاشور، وثلاثه في الهجوم يا برنس زيزو ناحيه اليمين، بن شرقي ناحيه الشمال، وفي الهجوم مروان حمدي. فين بقى الاهلي؟ قول لي فين الاهلي؟ ما فيش غير علي معلول. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ سؤال ليك يا برنس، ايه رايك في التشكيله ديت اللي ما فيهاش غير واحد بس من الاهلي؟ اكتب رايك في التلعب بكل صراحه. برنامج شوبير يا برنس يعرض التشكيله الافضل في الدوري المصري بعد ما خلص خارج الاهلي والزمالك، وتعالى نشوفها يا برنس. عندك يا برنس بسام في حراسه المرمى، وعندك هشام صلاح يا برنس ناحيه اليمين، وجوزيف دوت ناحيه الشمال، واثنين قلب دفاع مصطفى الزناري وفاروق يا برنس، وعندك ثلاثه في نص الملعب يا برنس الياس واحمد مدبولي وكريم نيدفيد، وثلاثه قدامهم شادي حسين ناحيه اليمين واحمد رفعت ناحيه الشمال، وفي الهجوم جون ابوكا. ايه رايك يا برنس في التشكيله ديت؟ اكتب رايك في التعليقات بكل صراحه.